بداية حياتي الوظيفية بدأت مع بيت التمويل الكويتي، كان يوم جميل بالنسبة لي بانضمامي للعمل في مؤسسة رائدة كبيرة بالعمل الإسلامي مثل بيت التمويل الكويتي. حالياً أنا نائب مدير عام المتجاوز في بيت التمويل الكويتي، وأشكر بيت التمويل الكويتي أيضاً على اهتمامه بالمرأة وتحفيزه لها ودعمه الدائم لها من خلال إشراكهم في قرارات كبيرة لها تأثير على مستقبل بيت التمويل الكويتي. شكراً بيت التمويل الكويتي، وإن شاء الله أكون دائماً عند حسن ظنهم، والله يوفق الجميع. شكراً.